أخبار اليوم. بعد كده اهو كله 20 12 طلع الثلاجه كلها كلها تتاخد. لا لا دي عليها التواريخ بتاعتها. لا دي لا دي مصنعات جايه بتواريخها. 12 لا دي اهو يا جماعه بعد اذنكم الكاميرا بعد اذنكم فراخ اهي مجهوله المصدر لا معلوم عليها ولا مكتوب عليها المجازر المعتمده اللي جايه منها ولا اي حاجه ولا عليها تواريخ اهي. انت تيجي تصور لو سمحت. تعالى بص حضرتك تعالى صور من هنا. ده كله امن صناعي وبعد كده الدنيا بتولع ويمسكوا في الجهات المختصه ويقولوا كانت فين. ده كل ده خطر داهر كل ده خطر داهر. بص حضرتك ده ايه ده؟ انا عايزه باسكت الزباله والمنظر ده. ده منظر جوه مطبخ سياحي بالطريقه دي. المفروض ان احنا بنقطع عنها الكهرباء بس هو اساسا المحل غير مرخص ما يطلعش اساسا ترخيص فعشان كده المحل ده هيتشمع ويتغلق ان شاء الله وهيديله الناس من الامن الصناعي. بالنسبه يعني انا شايف ان في مخالفات. ايه ابرز المخالفات اللي تم رصدها هنا في هو كل مخالفات ان هو اساسا ما عوش ترخيص زائد ان الطب البيطري الدكتوره شيرين طلعت ان كمان في لحوم موجوده عنده ما عليهاش تاريخ صلاحيه ومجهوله المصدر فطبعا دي كلام يعني يا عالم اذا كانت بايظه ولا غير صالحه للاستخدام يعني حاجات كلها هو كله مليان مخالفات واحنا هنغلب. اولا وحط التواريخ لسه ما جاتش انا هوريك قدام الكاميرا التواريخ 12 دواجن جايه من اماكن مجهوله المصدر مش جايه من مجازر معتمده حاجات ما عليهاش تواريخ صلاحيه كان في جوه لحوم جايه من مجازر من مصانع معتمده فيها قرارات وزاريه سبناها لان القانون بيلزمني ان انا خلاص مش هاخد حاجه تواريخ صلاحيتها مظبوطه درجه حفظها مظبوطه درجه التبريد مظبوطه فانا اخدت الحاجات بس من مجهوله المصدر واللي عليها تاريخ مصور تاريخ 2012 الكاميرات صورت. حضرتك شايف الحي اهو بيشمع لان هو اولا من غير ترخيص
كويس، ده بقى حاجات خاصه بالحي وشغل الحي، مفيش تراخيص موجوده. الشيشه اللي عنده وكلام اللي عنده كله مش تراخيص، فالحي هيشمعه دلوقتي قدامكم. ويا ريت الاعلام يتابع بقى، عشان لو فتح يبقى فتح مش من الحي، فتح مع نفسه. انا اتكلمت في الكلام ده امبارح وقلت ان الغرامه بتبقى 50 جنيه. هو لو فتح حضراتكم تيجوا تصوروا بقى وتشوفوا الحي بيغلق اهو عشان بالظبط كده. خلاص يا جماعة.